أعلنت الحكومة العراقية منذ قليل القبض على البلوجر حيدر جبار الشهير بحيدر ستاو لنشر محتوى هابط أو محتوى تافه أو محتوى ما يسمينه منافي للآداب العامة، وتمكنت عليه من القبض في الناصرية في العراق. تم القبض على هذا البلوجر والعديد من البلوجرز لما يقدمونه من محتوى هابط في وجهة نظرهم طبقا لأحكام القانون العراقي، وسنوافيكم بالتفاصيل الخاصة باعتقال البلوجر حيدر جبار عندما يأتي إلينا البيان من الحكومة العراقية. تابعونا لمتابعة المزيد من الأخبار، وسنوافيكم بالتأكيد عندما يرد إلينا الجديد. شكرا لمتابعتكم، وفي انتظار اشتراككم في القناة حتى يصل إليكم كل ما يأتي إلينا من أخبار قد تهمكم.